اسعد الله مساكم جميع، وش حالكم؟ ربكم طيبين وبخير. مساء الخير ابو خالد. ما شفت علي يا ربع؟ ايش رايكم ابو خالد؟ ايش رايكم؟ انا بركب رجال حق يا ربع. ايش رايكم برجال اللي امس انا وياه راقدين سوا ها في الغرفه اللي هنا؟ عرفت الغرفه؟ ايوه راقدين، انا راقد علي جنبي. المهم يوم جاء، يوم رقدتنا قام الصبح زرق، ركب الموتره وحرك صوب الرياض. هم اني راقد اليوم لا اليوم معي. همس اقول لك همس. تفهم امس ادري. اي ويدرس هو بالرياض الرجال. اليوم قمت انا شرفيت زوينه، ادق عليه ما يرد، والله ندق عليه من الساعه 3 العصر، ادق. المهم ولا رد ولا دق عليه ولا رد علي. يوم جاء الساعه 9 الليل اشوف تصويره رايح معرض العطور. انا بالوجه يا معرض العطور، والله لا يدرون انه جاي، هم داروا انه جاي اني قفل. شاف ذول المشاهير رايحين قال خليني بروح صيد الجو مثلهم. ما حد درى به مشكله. قال ايش؟ قال معرض العطور رايح لك كل مشهير بروح انا. مطرف معرض امس علي في معرض العطور امس. الله يبلعنا الله لا يبلعنا. قال لا يقول مشهير كلهم رايحين هناك وراحوا يعني عشان يصيد الجو معهم. هذا الجو اي خي معرض العطور خي وجه علي صح هو مشهور، بس تدري شو المشكله؟ ايه شوف وجهك مثل وجه المشهير. خرب منظر معرض العطور امس، خرب المنظر. فين ترى يحترينا من فين؟ من هو؟ يلا فين ترى متخريب؟ يلا ان شاء الله. خليني اعلمك امس يوم رحنا معرض العطور. ايوه قرب خليني اشوفك. صوروا معنا سوي صوروا معك يا بنية. اي صورونا في واحد يقول ما يدري جايزينك عشان ذمتها وسيعه. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. ما ادري هذا من حاشم سال شيء مجاني ترجع لي. احنا بالعقل يا شيخ. ها وش اللي يجيك؟ ما ادعي لي ترى. احنا انا احس انها حاله. تحس انها وش؟ حاله. وعانش عمره 50. وش هي؟ اللي تقول احنا ليش دخل عانش عمره 50؟ احتدت على علي. ما عاد القتل الا علي في الدنيا، ايش تبي تسوي؟ قلت هذا خلاص خلاص. جاكم ابو موافق، اشهد اني مبطي منه. صاح يا الرزم، صاح يا ابو موافق. ولد. لك ايام يا صاحبي وين انت؟ اركب يا صاحبي، هل الطاج ما رد بالكعب؟ ما جوه الله يحفظك. شوف انت خالد لا تسوي حركه. سلم على المطرف. اوه قلت يمكن مثل كل مره تحب يدي المره الدنيا تغيرت. ليش؟ اركب المطرف اركب. اقول وراك وش؟ كبر كبرنا في الطب. تفتح الباب تفتح الباب اروح منك. انا القروش كيف جاي منك؟ جاي منك خلاص خلي سكر. ايه تعال الباب ذاك. ايه تعال الباب ذاك ما فك. تعرف ما فك سكر الباب عندك سكره. مساء الخير ما فك. سكر ذاك الباب. والله ما هذيك ايش فيك بعد ها؟ بسم الله نام شيء. ما تفكر مسكر الباب الحين. سكر الباب انت اللي فاتح. اللي فاتح الباب من؟ ويروح يسكر يا اخو مثل ما فتحت سكره. يا روح يا مخ اشتغل مخ يا ربع اول مره. سلم الله حي هذا رجل. كيف حالك؟ الله يحييك. طيب اي والله ضعيف. طيب شو العلم يا ولد؟ شو العلم؟ شايف بنت على السياره هذاك قدام. طيب دون الريجي لا من حضروا في محافل ولا حضروا في فرحتهم. هم لا من روق كلام هم لا من روق طال عمرك وحس عمره انها ايوه طفشان عاد برا قام يدور. لا 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 مبي عندي مطعم ثلاث اشهر وين يوم جا حفلي وجا وقفتكم معي ما عينتك. دقيقه تقبل عذري ما
مقابله؟ لا بالله انت اقبل يا ابو صالح، وانت اقبل. اسمع عذر، اسمع عذر. ها وش عذرك؟ وش عذرك؟ علم. ما تقابل عذر. لا كان عذر سايد انقبلت. ما هو بسايد حاجه الا بالله تقول. هلا والله. ها. الحافل احنا يا اخويا قمنا به. سعيد وسعيد. ها. موافق على اسمع عذر الرجال، اسمع عذر الرجال. الحافل وش لزوم وش طعمه وش 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 فرحته اذا ما وقفوا معي اخويا. اسمع عذر الرجال عاد. وش عذرك ابو موافق؟ عطى عذرك. ما عندي عذر. ها؟ ما عندي عذر. حتى عذرك. عذرك سعيد هو مقبول ما عذر الرجال. انت ما سمعت يا ما خذتك. اسلم اسلم طيب اسلم اسلم. قطعة الصياح بس يعني. خلاص 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 اسلم. ها شو وضعك؟ الو. سك سك ما علمك سك. نعم ابو نواف وش فيك؟ اعطيني مرجع. انت من انت؟ السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك طيبين ابو نواف؟ هلا والله. من معي؟ معك فريد بنغالي. هلا فريد بنغالي. شلونك طيبين؟ ابشرك. ايش الحفل؟ ما درت على الحفل. ما درت على الحفل؟ ما درت على الحفل. اسمعني انا دقن عليك. انت دق علي؟ اي. ايش دق عليك؟ الحفل؟ متى معنا في الجروب؟ حق عذر تكريم موافق جروبين موافق. ها يلا اسلم اسلم. يلا ما درت مشى مشى له ما درت على الحفل. ها اسلم. ترى حجك معي انا مو معه. طيب كم؟ ما عندي شيء. على ضرب ضرب والله. كيف انت قلت دق علي؟ كيف قلت دق علي؟ انت متى معنا في الجروب؟ بتحلف بتحلف طال عمرك انك قايل يا نواف تعال يا الربع ما قلت يا الربع ترى عندنا عاشر علي بن صالح تعالوا في الجروب. مش احنا نحكي في الجروب. ما قلت قلت بيدي كل حق عجب بس يا كل ابو صالح قول لا اله الا الله. بعد رجال ما يعذر ما في خير وانت احصان. دقيقه ابو سعيد لا تخلي اخوك. انا وحليل اخوك العربي كله بونو. اني خايف سعيد رجع ضايق ضايق ما ابو صالح. ها ابي حلقه عكسك يا ضايق. والله احنا علمنا ضايق. حلقة عكس وكان ضايق. قبل لا حلقة فجأة تراني ضايق. ضايق انت؟ كيف وقت الحلقة؟ كيف ضايق؟ ها اسمع انت ام بالله ام بالله انا طال عمرك عذري مع علمتك عذرني في الرياض وابشر بالحق ما يلحق ابو صالح. شلون؟ ابشر بالحق ما يلحق. غدا غدا بكرة. تم تم يا ابو صالح. حفل جديد. حفل جديد؟ ايه. لا حفل بيننا ما نبي حفل شوشان. ابي حفل شوشان. نفسي اللي حضرته. في نفسه. ايه حبيبي عندك صار منتجع جديد. في ناس صار منتجع جديد. ازعلهم موجودين. ابو صالح خلاص. ابو صالح يا رجاء سامع. خلاص ابو صالح انا افتح خشم اوه تعني قبرك ابو صالح. لا اله الا الله. ترى مقرب من ذا. نسيف نسيف. وانت سبيكر تصدق. انا جو اني انا موافق. انت بالعلم؟ ايه. ها؟ ايه عز الله ما فيكم خير كلكم. عز الله ما فيكم خير كلكم. اعرف انكم ناطحك ومستانس راح بسلم عليك وبعطيك علوم اللي عندي وبنحبك. تختار لهم انت زلابه. زلابه ذا؟ زلابه من؟ انت زلابه. الله يطول عمرك خليك لي. زلابه ذا هو اللي غرالي طال عمرك ولا انا خاطر؟ ما انا بضيق ولا انا رايك شره ولا اسمع صباحي انا احبك. شيك ايش تقول؟ تخافت هذا هو مسيف. هذا هو مسيف. ما العيون شو يومك بعد رديت؟ انت يا ربي سامحك. اي انت يا ربي سامحك. اسهل انسان. شوف انت ما شاء الله تبارك الله وانا جالس في المجلس خوفوا لي الشيبان. ما هو بشيبان يا رجال. ها شباب اللاعب فيهم الشيء. والله والله احنا نصائح. احنا شيبان نقرب ما عندكم سلف. بس عاد بالشيبان ترى مثل شيبانكم. ليه؟ كوارش. احنا هلا نقرب. انا ابي شايب بس قاشه بس امشي شايب. اطرف انا عاد عندكم شيبان. والله انا ما عاد عندنا شيبان. والله العظيم مبطي من الشيبان. كلهم اللي عندنا 50 45 اكثر من كذا ما عاد عندنا. قول ان شاء الله فل. تبي سلف؟ سلف شيبان؟ ابي لي عندكم شيبان؟ ايه اعطني اثنين. الشطه. والله. هنا حبه. شو اسمه؟ قنبيضه. الحين انت يا اسود الجلد.
يا الكحلي يومي راقد انا امس جنبك تقوم تهمني ليه؟ انا اي انت اجل من امس مو فراشي جنب فراشي سوا يوم قمت يوم قمت العصر ادور علي وانا علي رجوع قام يومي راقد قام دق سلف وراح معرض العطور معرض العطور اول من بدا بهنت والله معرض انه محط اللوحه اصبر اول من بدا بهنت ذا بيش السحبه ليه ترقد وتهمني يا كذا اي كذا نظام انا ما جاني النوم هم انت قلي الخاتمه لا انا قلي الخاتمه قلي الخاتمه مو يوم طلعت قعدت الى الساعه 6 وانا قايم لحالي اقعد بعد وانسحب علي لا بروح بسحب عليك وحده بوحده وبعدين معرض العطور ما يستقبل الا وجي حسن يا رجل خمني وجي حسن انت ما تبيني اروح عشان ما اخذ السوق عليك كذا نظامك عشان يجي منك حبيبي نظامك كذا مو بنظامك كذا انت اللي بديت بعد لا لا جنبك انا ما يجيك لا فكدك فكدك اي فكدك لا واخر وجهك من يدي ما تبيني اخذ السوق عليك تعال شوف وجهك انا شوف وجهي بس اقل اقبل منك اقبل منك تروح تحمر فيك رقد جنبك والله ما جاني النوم رحت ارقد بشقة في الرياض رقد شقة في الرياض عشان عندي شغل في الرياض اللي هو معرض العطور عقب وش شغلك لا تعقب درج مدلي في وجهك يا رخمه محفره رجبيه شو ذاك صورنا علي صورنا صورنا علي رح رح علي صورنا طيب علي سامحتك انا سامحتك بس ابيك تعلمني بسالفه البنت اللي قالت ميدك يا زينك هل هي بكامل عقلها ايش اسمه العقلانيه ايه شوف انا انا بحثت وراها ايه طلعت وهم طلعينها من المصحه وهي داري والله داري تكفى لا حد يدري يا زين خلني ارفع معنوياتي شوي تكفى قدام الناس وانت الحين مرض تكفى يا علي علي ودي تكفى تكفى وسعيد مشي ودي مرض العطور تكفى علي ها؟ ايه يا زلمه ونسوي صيدجو هناك ما مشهير وقف سعيد بعزبته هناك ايه ما دخلت ما ذاك الدريب حق مشهير ما لقيته هلا مو مصرفين لكم ولا موجود والله ليش وثوب معرض بس نصيحة مني إلى الأخت اللي قالت علي أزينك نصيحة ترى في جنة وفي نار أنا أخوس انتبهي ترى الواحد يحاسب على كلامه يا رب يحديث إن شاء الله ويغفر ذنبس ورجع سعقلس أتعدوين النجاح أنت دائما تكسرون جديد لكن أنا ناجح وأنا لا أنظر إلى تحطيماتكم لي لو أنك ناجح وواثق من عمرك كان ما رحت وخليتنا كان خذيتنا معك بس لو حنا رايحين معك كان خذينا السوق عليك هناك بكرة راح تمشي بكرة؟ ايه ابغى نشوف لا خلاص الشيء على اوله الشيء على شيك اول انت؟ ايه ايه مشيت فيها مطرف استراح فل وحنا جايبين اربع حلا طبعا اربع فيه احد الكافيات والخارج عليه حلا عطرت الحق عليه حلا انا والله احنا ما درينا ماخذين حساباتنا انا ويا العيال اربعه يوم دخلنا قدامنا اربعين رجال ها شو سواه مطرف؟ السوات عطني حقي تبي حلاك؟ صرفوا اعماركم وصرفوا هذا اليوم سكت سلع نص ساعه عند عشان لا شيء عشان اجي احول خلنا خلو على لقمه واحده شلون؟ حول بس حول ما دعيك هبوك افتح افتح شوف انا اعرفهم ما يستحون ياكلون اي شيء تجيبه لهم يا اخي شينا ناكل بدونهم ما نقول تكفى يا زوجتي اللي باكل بدونها رجال جيله وواحد يشنبخ اللذنه ما يعرفون المشكله لو يستحون يا رب شوف الحلال تبي ندخل الصراحه هذا اللي قدني شفت لي مدرف عيب ما نقول تاكل حالك يا لبي هذول ولا ارفع علومك أربع. أربع علومك. فهد أربع علوم. خلاص زهت. يلا. امسكوا وروحوا حلفوا عليهم قولوا أن تأكلون معنا وإذا قالوا لا لك اللي تبي. لا تنقذنا فشينا عند الرجال. إذا التفشيلات كلها كذا.
ليش تحب نفسك اخوك ليه؟ خلاص لاني انا اكتشفت عمري اكتشفت حياتي. اه ما صاروا الناس ما يهتموا بحد. اذا مت في احد بيعود يرجعك الحياه؟ لا خلاص صرون امه يا شيخ. يا والله عافية ازين منه. الله يعافيك ابو سعيد. يا جعني كيكه. ما بتصرت. اسمح لي قطعه واحده. لو تقربها ولا تجيها وتعرضها حرام. لا لا عليك يا سويكه. وين اللاب اللي عيت عليها؟ اخر حبه اللي تحبه. صح ولا لا؟ اقول شيء. انا عمر عليك بمطرف. رغش بي. اي جعلك ما تمشي من وجع البطن. تبي ترقد وبطنك وجعك تبي لذة النوم. يا الله يا ربي يا اخر سماك واخر سحاب. يا الله اخر ليل الجمعة. يا الله يا ربي وانت يا ربي يا الله انك تذبح وتزيله من الحياة. يا الله يا ربي وانت يا ربي ان شاء الله ما عاد يعيش ولا دقيقة. الحمد لله انا متلا اجعل حياتك كلها نكهة. مطرف مطرف عم الله عليك يبو تذر اخر اخر لقمة دام تجي حلوة. اي والله يا الله يا ربي وانت يا ربي اجعل ربي يمسح من الحياة اجعل ما يتهن ان شاء الله له بحي ولا ميت الحياة. لا بالعاب راح اجيب لك راح اجيب لك. قصة تستغفر تستغفر ولا لا؟ ما نستغفر. تستغفر؟ ما نستغفر. ليه؟ مدري انك ماخذ واحد من عبالي ولا تسوي ذا الحركة. تستغفر ولا لا؟ ما نستغفر. بسم الله نبدا صغر ولا لا؟ طيب ابشر اللي يرضيك دامك جيت محل ابو سعيد اليوم. اي اخدم ابشر اللي يرضيك اخدم. ايش تبي بس في خاطر؟ كم تبي استغفر الله بس؟ ها؟ كم تبي استغفر الله؟ استغفر كم دعوه دعيت علي استغفر عددها؟ استغفر الله 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 باقي انت ابو استغفر الله استغفر الله شكرا بلد تلعب مع ذيلك هذه الحلقة ما بيها انا. يلعب ذيله من؟ الجني. قل لا انا. الجني. انا؟ كيف العب ذيلي؟ وين اخذت مخك ها؟ عندنا ربع واحد من المنشدين بس انه ما يداني التصوير ولا يداني ذكر اسمه. مطرف فرصة. بما ان المنشد موجود اللي انا هذا جنبي. اللي جنبي. عطنا من قصيدك عشان يشل الهو. كل السعد. شلها؟ شرف الله انك تشل قصايدي يا ابو. اص يا ابو ايش؟ ابو اي اسلم ما عليك منها ابو مجهول ابو مجهول اسلم يا مطرف عطنا من قصيدك وبشلها ان شاء الله. تبي شيء قديم ولا جديد؟ اللي في مخك اللي في مخك. يقول مرحبا بك يوم زرتنا زرتنا والله يحييك المنشد اللي ما تبي تعلمنا ولا تبينا نصورك ولا تبي تقولنا تكفى نبي صورة معك ذا الحين قبل ما تصرم ما تصرم شلونك بشاد الاسم ابو فرج ابيات طال عمرك ما لنا ليلة جمعة ليلة جمعة الله طيب ابو مطرب يلحنها وش الابيات اقولها الحين اقولها عطنا ابو مطرب يلحنها يلا اقول الفوت لا من فات ما ينفع الصوت الفوت فات وكل ما فات فاتي فاتي يا منجين يونس من البحر والحوت يلا وانا طالبك حسن المماتي يجعلني لا جاتني سكره الموت تجيني وانا ساجد في صلاه اللهم امين اللهم امين يا الخاتمه هلا حلو مطرف كلها فاتي فاتي اول بيت قولها وشو الفوت لا من فات ما ينفع الصوت ها عطنا لا من فات موتنا ما فات ما ينفع الصوت هذا تشويش تنكس ولا حزن الحين الربع هنا موهبه عند ابو مطرف صراحه اللي مثله صراحه حرام يظلم يا اخي انت وين تركل الشيخ منك وين بولي فارد منك شوف يا ربع موهبه والله العظيم انت خبر ذيك الفقاقيع اللي نروح نشتريها بدراهم وتنفخ عشان تطلع ذيك التفيخه شوفوا هنا تفيخه جاهزه بلاش هذا تفيخه مطرف طارت بيد 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 يا ولد خلاص 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 جازك الوضع الله طبعا يا ربع التفيخه ذي سالفتها سالفه ايام هي وين متوسط ولا ثانوي؟ ثاني متوسط اسمعوا السالفه انا في صف ثاني ثانوي الحصه الثالثه دخل ذاك المدرس
مروق مدرس مع كاس شاهي وحط كاس شاهي على الطاولة قدام. طبعا طاولة ومطرف كان جالس قدام الطاولة. أول طاولة طولتك صح؟ أول واحدة ونص. المهم مطرف قال خليني بسوي موهبتي اللي هي المهم ينفخ ذيك النفخ الأولى والثانية والثالثة تطير وشوف هالمدرس وين طاحت فيه؟ طاحت في كاس الشاي حق شاي المدرس. سوى المدرس أنا شاد شفت مين بيجيك ذيك التهنيقة كذا؟ أنت موجز موجز ما أدري شو ما تخدر عقبه بسحة تون مطرين وهذه الحصة هذا أثر أشافه ويطيح وأنا شايفه ويطيح بس إني ساج ما بيتحرك مستكن. هاي إيش ذي الصاخة؟ ما قال أبو مطرف إيش قال؟ أنت ما أنت ما أنت أبو مطرف أنت أبو مقرف. هاي إيش هم من الله بشيء؟ يا لا زين فيك يضي أبو مقرف تاع تعرف حديقتي تدري حديقتي دي زرعها عشانك من حديقة شوف الورد حرام عليك الورد لي قبل ما شوف ورد أنا ليومي وأنا حاط مضبطة شو حد بيعرق هنا هذا الحديقة الحين نسويها أنت إيه والله هذا حديقة الورد ماشي ما الورد شكون راح فيها ما سقيتها ما اليوم تكفى باقي ذي حقت في الهدية أنت ما أخذت هدية وحط وردتها هنا إيه رجعت عني رابطة عشان ما ينحاش ليه ورعان يعني شايف ورعان رابطه ولا شايفها حيوان هذه ورده كيف تنحاش ما ادري ترى تهطش بس راح احطك تروح لاهلها ليه تيس هي تيس ولا ورده هذه بروح على ترى تويس انا اشهد بمبارك ذا الورد علمني شو الفائده في ذا الورد والله ما عشت فيها فائده استغفر استغفر حرام بالله يا اخي انا عجزت اعلمك الاحمر شين الاحمر ورد الاحمر شين شو قول ما مشاك كان كلابسن كعب ما مشاكش فيك ما ماني فاضي ادخل الاربط مو كعب لا تكون كعب الله يرحمه امش طيب ماني ماشي امش خليني اشوفك ما ماني ماشي